نقدر نقول النهارده مولود الثوره الجديد ولا ايه؟ لا ان شاء الله بنكبر المولود اللي في بلد يوم 11 فبراير. يعني ان شاء الله الناجحه ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك مع المعتصمين ولا من؟ لا انا مش هعتصم. مش هتعتصم؟ لا. لكن ما بتعترضش؟ لا اللي عاوز يعتصم يعتصم، كل واحد حر. طب حضرتك في سجناء سياسيين قضوا نص المده؟ مش النهارده. مش النهارده. طب امتى حضرتك هتتولى الموضوع؟ ان شاء الله لما تيجي حكومه حقيقيه. هم محملين حضرتك مسؤوليه وحضرتك بنسعى لذلك والله. بنسعى. يعني نقول لهم اطمنوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يوفقك. شكرا دكتور. بس انا والله شفت حضرتك حلو في الازمه قوي كده. الله يكرمك يا اخي اكرمك الله. انا اعمله رنه بتاعتك. الله يبارك فيك يا اخي اكرمك الله. ربنا يوفقك دكتور. الله يبارك فيك اكرمك الله. I'm going to go to the hospital.